أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما. أعزائي أحبائي متتبعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول الزول نقرأ في اللون ما يسمى العبادي يتبع عندي الجزائر برا الجزائر. بونسوار غيبتو بوغتو لي جون كي مو سوي. اليوم واش راح ندير في الفيديو هذا تاعي؟ الحمد لله الحمد لله، اليوم راني بزاف فرحانه، حابه نشارك اعزائي واحبائي نشارككم في الفرحه تاعي. اليوم دارت لي فاتي اللي هي مدير الاعمال تاعي، بنتي الكبيره اللي هي ماما تاع روزا، دارت لي اون بال سوربريز. جي روسي اون تري تري بال سوربريز، تلقيت مفاجاه ساره 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 جدا جدا، بان ابنتي الكبرى اهدت لي هذا المصحف الكريم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. يا لها من اغلى هديه والله، وهذه الكادو وهذه الكادو، هذه المصحف وذي التقن شريقين. اللي حاب يهدي اخوتي احبائي اعزائي، اللي حاب يهدي هديه يهدي المصحف الشريف، اروع واغلى واثمن هديه. وبالنسبة المصحف الشريف فاتيا، شكرا على كل شيء، تقبل الله منك وأنار دربك إن شاء الله وخطواتك إلى الخير في الدنيا والآخرة. إن شاء الله أنار الله دربك إلى الجنة إن شاء الله ببركة هذا القرآن الكريم وببركة هذا المصحف الشريف. أعزائي أحبائي، اللي حاب يدير هدية مثلا فرح ولا مناسبة ولا نجاح، ماذا بيا يدير المصحف الشريف اذا كان السيد ولا السيده ولا الولد ولا الشاب ولا العروسه اللي راح يتهدى لهم هذا الخير، هذه النعمه الكريمه، لازم يكون من قراء القران، من عشاق تلاوه القران. والله يا خوتي ببركه هذا المصحف الشريف الاخضر اخضريه الجنه ان شاء الله ونعيمها، ماذا بنا ماذا بنا ندعي وربي. السيده جميله تدعي وانتم ادعيوا معانا، ربي يهدي اولادنا ان شاء الله يهديهم الى سواء السبيل، يتهلاو في التلاوه نتاع القران الكريم. انت يا فاتي هديتي لي هديه، شكرا تقبل الله منك وثقل الله في ميزان حسناتك وصالحت امور روزة وزينب ان شاء الله. على كل حال زينب بنتك الصغرى، ولكنها مازال ما نغلطش، بنتها الخديجه، زينب الصغيره ابنتها الخديجه هي اللي تربيها، مالا هي بنتها. وخديجه ان شاء الله ربي يقدرك يا خدوجه، تحفظي لها القران الكريم ان شاء الله. يا ربي تبقى هذه النعمة عبر الأجيال، تقرأ سيدة جميلة ويقرأ أولادها وأحفادها إن شاء الله إلى أن نلتحق بالرفيق الأعلى إن شاء الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. أذركا مدبية أعزائي، بمناسبة هذه الفرحة الشديدة نتاعي، فرحت ما تصورونيش، باسكو أنا ما نشوفش مليح كي نقرا القرآن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقراه لازم ندير النظارات نتاعي باش نقراه، ولكن والحمد لله الحمد لله مصحف منير. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فرحت به فرحه كبيره والاحرف كبيره، سواء درت الناظور نقرا ما درتش نقرا، والحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله شكرا جزيلا وسبحان الله بكره واصيلا. اعزائي احبائي، ماذا بي بهذه المناسبه السعيده ساتلو عليكم بعضا من القران الكريم. يا اخي قلت لكم وعاودت لكم، ما كان لا تنتقدوني، جي با بوزوا او موفي كومونتير، ما نسحقش التعليقات البايخه اللي ماشي مليحه، لانه رب العالمين سبحانه او يشوف للضمير هنا، يشوف للقلوب. خاطركش مهما قرينا القران كاينين يقراو باحكام الله، الله عليهم طول ما شاء الله، بصح كي تسقسيهم ولا الاحاسيس تاعهم كي يقراو القران يعلم الله، كاينين يقراو يفوتوا عليه يفوتوا خلاص، بصح والحمد لله الحمد لله. انا اتلو القران بخشوع يعني ما شاء الله، احمد الله على هذا، وان كنت اخطات في الاحكام فالله غفور رحيم، لانني مانيش في مدرسه قرانيه باش نقرا بالاحكام.
والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا إن شاء الله أجر هذا القرآن الكريم، ارزقني اللهم أجره، وارزق أهلي وذوي الأحياء منهم والأموات منهم، وبلغ الأجر لوالدي إن شاء الله ولجميع الأموات. سأتلو هذا القرآن على الأموات لنعرفهم من فاميلتنا، الناس اللي غاضونا إن شاء الله في هذه الليلة المباركة، سأتلو شيئا منه إن شاء الله. تقبل الله مني ومنكم وسائر الأعمال الصالحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات
وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم شهد علينا هذا القرآن الكريم، اللهم اجعله ربيع قلوبنا وشفاء لما في صدورنا إن شاء الله يا رب العالمين. اللهم ببركة هذا القرآن الكريم انصر إخواننا بفلسطين يا رب العالمين. قولوا معي آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.